السلام عليكم، ازيكم شباب سنة أولى؟ بإذن الله هنشرح العملي النهاردة مع بعض. العملي بتاع حضرتك في الباثولوجي الحمد لله، سواء المديول ده أو المديولات الجاية، فالعملي في الباثولوجي من الحاجات السهلة عندنا واللي مش مسموح لحضرتك الخطأ فيها. أول حاجة، لأن الكلام اللي احنا بنقوله مش جديد، كلام معظمه معاد من النظري، فهو معتمد على النظري. وأول سلايد عند حضرتك ديت والله 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 هتلاقيها في مذكرة النظري كما هي، وشرحتها في النظري برضه، وهنعيد شرحها في العملي. فالعملي بالنسبة لنا في الباثولوجي يا دكاترة مش معضلة، ومش الحاجة اللي سعادتك تخاف منها، مش كلام جديد زي المايكروم على ما اعتقد، وبيكون في كلام جديد شوية. لا، احنا عندنا مش كلام جديد، هو معظم الكلام مكرر، ولكن بيصاغ في هيئة دايجنوسيز، يعني تشخيص السلايد دي، السلايد اللي قدامك ده عبارة عن مرض ايه، وسبيسمين عينة، ونادرا لما بتيجي يقول لك السبيسمين دي عبارة عن ايه، واخر حاجة يعلم لك اسهم ويقول لك الاسهم دي بتشاور على ايه، يعلم لك اسهم والاسهم دي بتشاور على ايه. حضرتك عندك 9 سلايدز، عندك 9 سلايدز، منهم 3 بون، منهم 3 سلايد بونز، ومنهم 6 سكن، 6 يا دكاترة، 6 سكن. الستة السكن دي دول مقسمين إلى 4 تحت الميكروسكوب و2 بعناية، يعني 2 جوس بيكتشر. الجوز بيكتشر بعناية يا دكاترة ده بيبقى عبارة جايب قطعة من الورم مثلا وحاططها في جار. في جارات عندكم في المعمل الباثولوجي، مش عارف انتوا شفتوها ولا لأ، بس بتبقى محفوظة في زي مكعب من الإزاز كده، محاط بمادة، دي مادة فورمالين عشان تحافظ على التيومة، أو عشان تحافظ على السبيسمين اللي عندي، عشان تحافظ على العينة اللي عندي، وساعتها دي بنسميها جار. بنسميها ايه يا دكاترة؟ بنسميها جو، عشان لو لقيت كلمة جو او الدكتور قال لك جو تبقى انت فاهم ده يعني ايه. عملت لك مذكرة العمل المرة دي مختلفة عن اي مذكرة عملي قبل كده. حطيت لك الكلام في الاول، والتشخيص اول حاجة ممكن عينيك تقع عليها عشان يكون حفظه سهل جدا يا دكاترة. اول ما تشوف الصفحة عينيك تقع على الدياجنوسس فتحفظ السلايد. تاني حاجة، حطيت لك السلايد بتاعتك او الحاجة بتاعتك في جنب، وسايب لك هنا كده سبيس عند حضرتك كامل عشان ترسم فيه ورايا، عشان الموضوع يكون سهل عليك، وباذن الله ده يكون الستايل بتاعنا في المذكرات بعد كده. سيب لك سبيس كده عشان حضرتك تقدر ترسم ورايا واحده واحده، ماشي يا دكاتره؟ فالناس تركز معايا وترسم ورايا. هتسمع الفيديو بتاع العمل باذن الله، ونرجع مع بعض، وعمل لك امتحان في اخر الفيديو. هعمل لك امتحان في اخر الفيديو يا حبيبي، وانت اللي باذن الله اللي هتحله معايا واحده واحده. اول سلايد عندنا دي عباره عن وام، والوام ده بيكون فيه اوما، طالما فيه اوما يبقى بيناين ولا مالجننت يا دكتور؟ والله طالما مش حاجه من الاستثناءات يبقى بيناين. ادي بيناين تيوما، وام حميد. الوام الحميد طالع من خلايا الكوندوبلاست، فيسموه ايه؟ يسموه كوندوما. البيناين تيوما ده بيكون كابسوليتد، والكبسول بتنزل سبته كده، الكبسول بتنزل سبته كده، الكبسول بتنزل سبته كده، تمام. بتقسم الوام ده لحتت تسمى لوب يولز، لاجزاء تسمى ايه يا دكاتره؟ لاجزاء تسمى لوب يولز. لو خدنا البيول من دولي وشفناهم يا دكاتره، لو طلعنا البيول كده وشفناه بره، هتلاقي البيول ده عبارة عن أرضية. الأرضية ديت شايف بتكون زرقاء ولا حمراء؟ لا يا دكتور، ده الأرضية اللي عند حضرتك ديت بتكون زرقاء هوموجينس، بتكون زرقاء عند حضرتك كده أهي، بتكون زرقاء متجانسة كده ومزرقة عند حضرتك، الأرضية بتاعت الكارتريج بتكون زرقاء. طب والخلايا نفسها يا دكتور؟ قال لك والله الخلايا متوسطة، إما لوحدها إما مع بعض، إما لوحدها إما مع بعض. بس لقينا الخلايا متوسطة بشكل غريب، وأظن أنت خدت الموضوع ده في الهيستولوجي، إن خلية تلاقي جنبها خلية، تلاقي جنبها خلية، تلاقي جنبها خلية، وفي الآخر كلهم محاطين بسبيس كده، حتى يسمى لاكيونة في الهيستولوجي، مش مشكلة. الخلايا ديت هي عبارة مش خلية واحدة، ده مجموعة من الخلايا، وطالما مجموعة من الخلايا فيسمى سيل نست، يعني عش من الخلايا. وكلمة سيل انست هتلاقيها في 2 سلايدز عند حضرتك.
مش مشهورة في الكوندومة ولكن مشهورة عند حضرتك في السكويما سيل كارسينوما. هنقولها مع بعض كمان شوية. المهم أنا عندي ده عبارة عن كبسول ودي عبارة عن فواصل تسمى سيبتا. الفواصل ديت بتقسم التيومر للبيول. البيول ديت الأرضية بتاعته بتكون بيزوفيليك يا دكاترة، الخلايا إما مترتبة سنجل أو جروب. لو لاحظنا إن الخلية بيكون بيضة من جوه، مش معنى بيضة من جوه، لأن الخلية دي بتحتوي على جلايكوجين، أما باجي بصبغه الجلايكوجين بيدوب بالصبغة فتبان بيضة. المهم تعال أما أقرأ معاك كده. أول حاجة أول ما تيجي لك السلايد دي هيقول لك دايجنوسيس على طول، تقول له كوندروما. لو قال لك سبيسمن معظم الحاجات اللي عندنا هتقول تيومر ماس. والله لو طلع من البون العظم اللي حضرتك ممكن يكون كارتليج وممكن يكون بون. عندك سلايد من الكارتليج هتقول تيومر ماس اوف كارتليج، وعندك تو سلايد من البون نفسه هتقول تيوما ماس اوف بون. طب بالنسبه للسكين كل الست سلايد هتقول تيوما ماس اوف سكين، يبقى خلصنا الاسبيسمين في كلهم. طب بالنسبه للسهم، شايف السهم؟ السهم ده بيشاور على ايه يا دكتور؟ قال لك بيشاور على هوموجينوس ماتريكس انسايد ذا نست، داخل العش، حيث ان الكارتليج سيل بتكون موجوده سنجل او ان جروب. حيث ان الكارتريج سيل موجوده سنجل او جوب. يبقى السهم ده بيشاور على ايه يا دكتور؟ قال لك بيشاور على الماتريكس اللي جوه النست. شايف الماتريكس ده؟ قلت لك الماتريكس ده بيكون ابيض، بيكون متجانس، فيسموه هوموجينوس. كلمه هوموجينوس يعني متجانس، فعباره عن هوموجينوس ماتريكس انسايد النست، حيث ان الخلايا مرتبه الكارتريج سيل سنجل او ان جروب. اظن دي اول سلايد. يبقى اول سلايد تاني، معلش اول ما تشوف المنظر ده تقول ايه؟ كوندروما. اول ما تشوف المنظر ده تقول ايه؟ كوندروما. الكوندروما ده عباره عن ايه؟ عباره عن كبسول. هقول لك ايه؟ كبسولات التيومر ماس فورمد اوف لوبيول. اللوبيول دي عباره عن ايه؟ كارتريج سيل نست موجوده في باك جراوند. الباك جراوند ديت فينت بلو. كلمه فينت يعني بيل، يعني باهته، مش ازرق غامق، لا ازرق باهت شويه. عاوز اقول لك السبته فين؟ ادي السبته اهي على فكره، دي السبته، دي السبته، وهو واخد لك كده لوبيول واحد وظهره. ماشي، تعالى ندخل على السلايد رقم 2. تاني سلايد عندنا يا دكاتره مش هنتفاجئ بيها خالص لانها موجوده برضه عند حضرتك في مذكره النظري، ولكن عاوزين نفهم السلايد دي عباره عن ايه. والله ده تيومر كنا بناخده مش مالجنانت ولا بيناين، ده كان لوكالي مالجنانت تيومر. التيومر ده كنا بنسميه اوستيوكلاستوما، وقلت لك ان التيومر ده مسمى خطأ مش معنى، لان ده عبارة عن ورم حصل في الجسم خصوصا في العظم. الورم اللي حصل في العظم ده يا دكاترة والله بيكون فيه خلايا ورم. الخلايا الورم بتكون خلايا فيوزي فوم، او يسموها ستومال سيل، او ممكن تكون واخده شكل اللوزه كده فيسموها اوفويد سيلز. المهم ان الخلايا ديت هي خلايا مالجنان، هي خلايا مالجنان، ولكن خلايا صغيره علينا انا اشوفها. فلقيت ان الخلايا ديت اول ما زمان كان الميكروسكوبات بتاعتهم بالجاز، مش كانت ميكروسكوبات حديثه زي بتاعتنا دلوقتي بالضوء وبالاشعه الالكترونيه وبالالكترونات وكده، ده كانت ميكروسكوبات بالجاز، فكانت ضعيفه جدا، فكان اللي بيشوفوها بيسموا الورم باسمها. فوالله اي ورم مالجنانت خصوصا الورم ده لقينا معاه حاجه غريبه، ان خلايا الاوستيوكلاست بتروح تهاجم الورم ده عشان تحاول تدمره. فتلاقي خليه اوستيوكلاست مع خليه اوستيوكلاست مع خليه اوستيوكلاست، خليه مع خليه مع خليه، بداوا يتحدوا مع بعض ويكونوا خليه كبيره يا دكاتره، لدرجه ان العلماء وهم بيعدوا النيوكليوس في الخليه ديت لقوها ان هي اب تو 100 نيوكليوس. يعني ايه اب تو 100 نيوكليوس؟ يعني اقل من او يساوي 100 نيوكليوس عند حضرتك، انت متخيل العدد؟ فالخلايا اكيد هتكون واضحه، الخلايا بتكون كبيره جاينت سيل، فيسموها جاينت سيل تيوما، طالع من الاوستيوكلاست فيسموه اوستيوكلاستوما. ولكن هو عباره عن جاينت سيل تيوما؟ لا، ده عباره عن خلايا تانية هي اللي مالجنانت سيلز، اللي هي الفيوزي فورم او الاوفويد سيلز. طب ما تيجي نشوف ده على الشريحه كده يا حبيبي، والله هتلاقي خلايا كبيره اهي، خلايا كبيره كده. ايه الخلايا ديت؟ ده عباره عن الاوستيوكلاست، اللي هي بقى مش هنسميها اوستيوكلاست، هنسميها جاينت سيل، بتكون ليها كذا نيوكليوس، فنسميها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. نسميها ايه؟ مالتي، اكتب معايا كده في الحته الفارغه، مالتي نيوكليتد
جاينت سيل. طب بالنسبه للخلايا ديت قال لك والله خلايا نوع من اتنين، اما فيوزي فوم اما عباره عن اوفويد مالجننت سيلز. وخلي بالك قلت مالجننت سيل يبقى ليها مالجننت فيتشر. يعني ايه مالجننت فيتشر يا دكتور؟ يعني في هايباكروماتيزم، يعني في ابليوموفيزم. دي اشهر حاجتين من صفات المالجننت تيومر، الا وهي الهايباكروماتيزم والابليوموفيزم. يبقى السلايد اللي عندي اول ما تجي لك الدايجنوسيس اوستيوكلاستوما او جاينت سيل تيومر السبيسمين، ما انا قلت لك كلهم بقى عباره عن تيومر ماس. والله التيومر ماس عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن لارج مالتي نيوكليتد جاينت سيل، ما بين قوسين كده اوستيوكلاست في باك جراوند. الباك جراوند دي عباره عن ايه؟ قال لك بتحتوي على اوعيه دمويه، ما هي الورم بيكون اوعيه دمويه فاسكولاستوما، بتحتوي على خلايا مالجنت. ايه اللي عرفك اللي هي خلايا مالجنت؟ كمل معايا قراءه. يقول لك فيوزي فوم اوفويد سيل ويز هاي باكوماتيك نيوكليوي اند فاريبل ميتوتيك اكتيفيتي. يعني الخلايا دي الميتوسيس بتاعها يزيد وفيها هايباكروماتيزم. طب ما احنا واخدين ان خصائص المالجننت هي الهايباكروماتيزم وزياده الميتوتيك اكتيفيتي. المهم اما يشاور لك بسام تقول لي ايه؟ مالتي نيوكليتد جاينت سيل بتحتوي على كذا نيوكليس، اب تو 100 نيوكليس، اب تو 100 نيوكليس. مهمه جدا. يبقى اول سلايد خدناها كوندوما، تاني سلايد خدناها اوستيوكلاستوما. عندنا السلايد رقم 3 هتلاقوا برضه صيتها في المذكرة. حضرتك ما بتذاكرش من المذكرة او بتذاكر من كتاب القسم، وده اظن اشك فيه يعني. المهم التيومر اللي عندنا يا دكاترة ده تيومر مالجننت، ورم خبيث. الورم الخبيث طالع من خلايا الاوستيوبلاست، وخلايا الاوستيوبلاست ميزنكايمال ولا ايبيثيليوم ميزنكايمال. واي مالجننت تيومر طالع من الميزنكايم بنديه لقب ساركوما، بنديه لقب ساركوما، لذلك يسمى اوستيو لانه طالع من العظم، وساركوما لانه طالع من الاوستيوبلاست. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك هتلاقي عندك خلايا اوستيوبلاست، خلايا الاوستيوبلاست واخده اشكال عديده، ممكن تكون بالشكل ده كده، او ممكن تكون بالشكل ده كده، او ممكن تكون بالشكل ده كده، اللي هو اوفويد او راوندد او فيوزي فورم. المهم ان الخليه فيها المالجننت فيتشر، ونلاقي ان بعض الخلايا بيطلعوا حواليهم ادي خليه والتانيه والتالته كده بيطلعوا الماده بتاعتهم اللي هي الاوستويد، ويبدا الاوستويد يكون كتله من الاسيدوفيليك ماتيريال. شايف ماده حمراء كده؟ بيكون ايه؟ بيكون ماده حمراء كده طالع من خلايا مالجننت، فيسموه مالجننت اوستويد. يسموه ايه؟ مالجننت اوستويد. طب الخلايا التانية ده كانت عبارة عن ايه؟ قال لك دي عبارة عن مالجننت سيل، او مالجننت عبارة عن مالجننت اوستيو بلاست، ليها اشكال عديدة، قد يكون فيوزي فوم، وقد يكون راوندد، وقد يكون اوفال ان شيب او اوفويد ان شيب. طب كلام كويس، عرفت منين ان هي دي خلايا مالجنت؟ ما انا قلت لك من شويه اي خلايا مالجنت فهي هايباكروماتيزم، يعني زياده في الكروماتين، هايباكروماتيزم. وخلينا ماشيين زي كتابك. تاني صفه عند حضرتك زياده الميتوتيك فيجر، الميتوسيس زياده. طب ما تيجي نشوف ده على السلايد يا حبيبي. شايف خلايا المالجنت؟ دي خلايا المالجنت، دي خلايا المالجنت، دي خلايا المالجننت، دي خلايا المالجننت. دي عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن مالجننت اوستيو بلاست. شايف الماده الحمراء اللي هو معلم لك ديت اللي هتيجي لك في الامتحان؟ وعلم على كلامي والسلايد دي جايه لك في الامتحان. ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن مالجننت اوستويد حوالين المالجننت سيلز. طب خلي بالك ما بينهم كده تلاقي في حتت حمراء مغمقه. شايف الحتت الحمراء المغمقه ديت؟ هو المالجننت تيومر مش بيكون اوعيه ودايما يحصل فيه نزيف، فتلاقي في مناطق من الهيمويج والنيكروسز، تلاقي في مناطق من الهيمويج اند نيكروسز، تلاقي عند حضرتك في مناطق من الهيمويج والنيكروسز. يبقى السلايد بتاعتنا رقم 3 واخر سلايد في اوام العظم الاوستيوساركوما بتمثل سبيسمن تيومر ماس اوف بون، والله عباره عندي على السهم الاصفر بيشاور على البندل اوف مالجننت سبندل سيلز يا دكاتره، او راوندد او اوفر مالجننت اوستيوبلاست. عرفت من ان هي مالجننت اوستيوبلاست؟ بيقول لك ليها هاي ميتوتيك اكتيفيتي اند هاي باكروماتيك نيوكلياي. البلو او بيمثل ايه يا دكتور؟ قال لك والله بيمثل المالجننت اوستويد، كمان بيكون هايلي فاسكولار استروما.
وتلاقي في ايه يا زميل، الهيموج والنيكوسز موجوده عند حضرتك، بس مين لي اول كلمه السهم يشاور عليها تقولها لي المالجننت اوستويد. السلايد رقم اربعه عند حضرتك، والسلايد رقم اربعه هي بدايه السته بتاعوت السكن، تمام؟ فحضرتك لازم تعرف السكن ده بيتكون من ايه. السكن بتاعك بيكون موجود بنفس الصوره دي كده، بيكون موجود بنفس الصوره دي كده، طالع ونازل كده، حتى بيسموها بابيلي، الحتت اللي طالعه دي بيسموها بابيلي، والحتت اللي نازله ديت ليها اسم تاني باذن الله لو حضرتك فاكرها من نظري، تمام؟ مش فاكرها خلاص. المهم ان ده كده البوز ده اسمه بابيلي، وده يعتبر الارضيه، الخط ده كله الارضيه اللي بيتبني عليه بعد كده خلايا السكن. والسكن عباره عن كام طبقه؟ عباره عن اربع طبقات. عباره عن كام طبقه يا دكاتره؟ عباره عن اربع طبقات عند حضرتك. طبقة في الأرضية كده تحت خالص يسموها البيزلية، لأنها في الأرضية يسموها إيه؟ البيزلية. ثم طبقة بعد ذلك بتلاقيها راوندد كده، طبقة بعد دي يا دكتور كده أهي راوندد عند حضرتك. الطبقة الراوندد بيسموها إيه؟ قال لك والله بيسموها البريكل لير، يسموها إيه؟ البريكل سيل لير. ثم بعد ذلك طبقة بتكون واخدة شكل قوالب الطوب كده، طبقة واخدة شكل قوالب الطوب كده، الطبقة ديت عاملة زي الحبيبات فيسموها جرانيولا، يسموها يا دكاترة يسموها جرانيولا ليا. أمال اللي قبلها إيه يا دكاترة؟ اللي قبلها بريكل سيل ليا. أمال اللي قبلها إيه يا دكاترة؟ اللي قبلها عبارة عن البيزل ليا. وأخيرا خالص في طبقة كده عبارة عن كيراتين، عبارة عن كيراتين يسموها هونيليا، يسموها هونيليا. الكلام ده كهيستولوجي وكباثولوجي صح، ودايما بقول ان الباثولوجي والهيستولوجي هما وجهين لعملة واحدة. حضرتك النورمال بتاخده في الهيستولوجي، لان دراستك للباثولوجي ما هي الا دراسة للمرض تحت الميكروسكوب. واكبر دليل دلوقتي اول ورم عندنا، ورم حميد بيطلع في السكن، السكن ايبيثيليوم ولا مش ايبيثيليوم؟ ايبيثيليوم، يعني هو بيناين تيوما طلع من الايبيثيليوم. اي بيناين تيوما طلع من الايبيثيليوم بنسميه حبيبي، بنسميه بابيلوما، طلع في السكن، ونوع السكن ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، فبنسميه سكويموس سيل بابيلوما. لقيت حاجات طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله عند حضرتك على طول، ده اسمه بابيلوما. وطالما قلنا بابيلوما تعني في الباثولوجي حاجه من اتنين، اتنين سي بتعني في الباثولوجي يا دكاتره، اتنين سي عباره عن الكور المحور. لو افترضنا ان ده صبعك، الجلد اللي بيغطي صبعك ده الكفر، واللي في النص العظم ده الكور، ده المحور. فالمحور بتاع اي بابيلوما عباره عن فايبو فاسكولا كونكتيف تيشو، يعني عباره عن كونكتيف تيشو حواليه او جواه كده اوعيه دمويه. فاي كور عند حضرتك عباره عن ايه؟ عباره عن فايبو فاسكولا كونكتيف تيشو. طب بالنسبه للكفر، قال لك الكفر بيحصل فيه شويه تغيرات. اول خليه هي بيحصل فيها تغيرات والله، بس مش مذكوره عند حضرتك. اول خليه مش مذكوره عند حضرتك التغيرات اللي بيحصل فيها، البيزل سيل، بس عاده هي عددها بيزيد. ليه؟ لان ده بيناين تيومر، هو مش ورم خبيث، ورم حميد، فاخر الخلايا تزيد، مش ينفع تنتشر، لا عدد الخلايا بيزيد بس. واكبر مثال على كده عدد البريكل سيليا يبدا يزيد جامد، عدد البريكل سيليا. اما عدد البريكل سيل لير عمال يزيد عمال يزيد عمال يزيد عند حضرتك كده يسموها ايه؟ قال لك والله ده بيسموه اكانثوسيز. يسموه ايه يا حبيبي؟ اكانثوسيز. طب بعد كده بالنسبه للجرانيولاريا، قال لك الجرانيولاريا هي اللي بتصنع الهوني لير، يعني هي اللي بتصنع الكرياتين. فبالتالي الخلايا ديت زيادتها تعبر على زياده الكرياتين، وساعتها يسموها ايه؟ قال لك والله الكيراتين زاد، فعلى طول يسموها هايباكيراتوسيز. يسموها ايه يا دكاتره؟ هايباكيراتوسيز، يعني الكيراتين زاد. طب خلي بالك، شايف البابيلي دي كانت عامله ازاي؟
طب ايه الاخبار هنا يا دكتور؟ البابيلي بقت كبيرة، يعني حصل حاجة تسمى بابيلوماتوسز، ودايما احب احفظ التغيرات اللي بتحصل في الكفا يا دكتور، ان هي هايبابليزيا، وانا بحب الهايبابليزيا بكلمة احب، ايه اتش اب ايه اتش بي الاي الا وهي اكانثوسز، الاتش هايباكيراتوسز، البي بابيلوماتوسز. بعض الناس يقولون ان العمل لا يفهم، بل العمل يفهم وباتقان. حضرتك شريحة الباثولوجي اللي احنا بنشوفها عندنا تحت الميكروسكوب لازم تكون عارف بتتكون من ايه، ما هو مش اي كلام وخلاص. انت لو عارف الاسكن بيتكون من ايه، بوظ لي طبقات الاسكن يا عم، البيزل زودها. والله لو كتلت لك كتلت لي هايبابليزيا اوف بيزل ليه، ومش هقول لك غلط، ما قال لك هايبابلاستيك سكوماس ابيثيليوم في كله، قال لك البيكل سيل ليه وزادت يسموها اكانثوسيس، الجيانيولا والهاني الاثنين بيعتبروهم واحد فيسموها هايباكيراتوسيس، شكل البابيل اللي اختلف فيسموها بابيلوماتوسيس، ودي اول شريحه في الاسكن. صعبه؟ يبقى ما تجيلك شريحه زي ديت تقول له ايه؟ ايوه على طول تقول له سكويماس سيل بابيلوما يا دكتور. طب يا حبيبي ما شاوي لك بالسهم كده، يقول لك السهم ده بيشوه عليه، تقول له اه بيشوه عليه، ده بيشوه على البابيلي، والبابيلي عباره عن حاجتين، عباره عن كو فاسكولار كونكتيف تيشو، وعباره عن كفا هايبابلاستيك ايبيثيليوم، هايبابلاستيك سكويماس ايبيثيليوم. تقعد ساكت، اللي بتاع مقبول وبتاع جيد وجيد جيد جدا يقعد ساكت، او حتى امتياز على الحقوق، لكن اللي بيرتب لا، يقول لك ده انا فاكر احب الاي والاتش والبي، الاي اكانثوسيس والاتش هايبوكيوتوسيس والبي بابيلوماتوسيس، ما ينفعش انساها، ده انا عاوز ارتب، عاوز اجيب درجه كويسه، عاوز اعدل من نفسي بدل درجات الوحشه اللي انا جبتها للمديول الاول، ودرجات المديول الاول لا تعبر عن درجات حضرتك في باقي الكليه. يا مناس مش كانوا بيرتبوا وجم بعد كده رتبوا، يا مناس كانوا بيجيبوا مقبول وبعد كده رتبوا، فده ما بيعباش عنك. فلو سمحت الناس ما تاخدش المديول الاول مقياس، حضرتك ممكن تعمل يعني تخلي نفسك انسان جديد زي ما بيقولوا. ندخل على السلايدز رقم 5، وتاني سلايد في شرايح الاسكن. تاني سلايد في شرايح الاسكن، احنا بدأنا بالقوام الحميده، والحمد لله قلنا البيناين ايبيثيليال تيومر اللي طالع من الاسكن بنسميها بابيلوما سكويماس سيل بابيلوما. طب لو بقول لك مالجننت ايبيثيليوم تيومر بنسميه يا حبيبي اي مالجننت ايبيثيليوم يا دكتور؟ بنسميه كاسينوما، طالع من السكويماس ايبيثيليوم ففي سكويماس سيل كاسينوما. يا حبيبي قلت لك قوام السكن التيومرز اوف سكن عباره عن كام نوع؟ والله ثلاث انواع، ثلاث انواع، اما طالع من طبقات الابيثيليوم كلها يسموها سكويماس سيل بابيلوما، يسموها هي دكاتره يسموها سكويماس سيل او سكويماس، معلش معذره، سكويماس سيل كارسينوما، سكويماس سيل كارسينوما. ده بالنسبه لايه؟ المالجننت. بالنسبه للتيومر المالجننت بتاعت السكن اول حاجه سكويماس سيل كارسينوما. طب لو طلع من البيزل ليه بس يسموه ايه؟ يسموه بيزل سيل كارسينوما. خلي بالك انا مش قلت لك ان اللي في السكن عند حضرتك في السكن كده شايف طبقات البيزل بتاعت السكن، ما بينها وما بين بعضها في خلايا بنيه هناخدها بعد شويه. الخلايا البنيه دي بتكون موجوده هنا كده، وليها بوزات طالعه كده، وليها بوزات طالعه كده. الخلايا دي هي اللي بتطلع الميلانين، الخلايا دي تسمى خلايا الميلانوسايت، تسمى ايه يا حبيبي؟ خلايا الميلانوسايت. المهم ان الخليه دي اما يطلع منها مالجننت تيومر يسموه ايه؟ ميلانوما. عشان لو جالك سؤال حتى عند حضرتك يقول لك ايه هي مالجننت تيومرز اوف سكين او اذر مالجننت تيومر اوف سكين، ده لو عاوز بقى يرخم عليك قوي يعني، هتقول له والله يا دكتور في سكويماس سيل كارسينوما، في بيزل سيل كارسينوما، وفي ميلانوما. المهم انا عندي سكويماس سيل كارسينوما يعني ورم خبيث طلع من السكويماس ابيثيليوم، فالسكويماس ابيثيليوم بدا عدده يزيد كتير، فمش قادر البيزل ليا مش قادره تستحمله، يعني البيز اللي هو قاعد عليها دي مش قادره تستحمله، فالخلايا تنزل تحت في المنطقه اللي تحت الابيثيليوم الساب ابيثيليوم ليه اللي هي الكونكتيف تيشو، وتلاقي الخلايا مترتبه في هيئه كده، تلاقي الخلايا مترتبه في هيئه كده. بص عند حضرتك، بص هات مترتبه في هيئه بولي جونال سيلز، شايف مترتبه عند حضرتك ازاي؟ مترتبه في هيئه بولي جونال سيل، مترتبه في هيئه ايه يا دكاتره؟ بولي جونال سيل. لو جيت تشوف السيتوبلازم بتاع الخلايا هتلاقي السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك،
الخلايا دي بتكون لارج ولا سمول؟ اظن الخلايا قدام حضرتك لارج، فهي مترتبه في هيئه لارج بوليجونال اسيدوفيلك. هي خلايا الابيثيليوم كانت ايه؟ قال لك والله خلايا الاستراتيفايز كوماس كانت بيزل وبريكل وجرانيولا وعباره عن كيراتين. نفس النظام هنا، في بيزل بارا كده، في خلايا بيزل عند حضرتك بارا، وبعد كده في خلايا بريكل، وبعد كده في خلايا بريكل، وبعد كده في خلايا جرانيولا، وبعد كده في النص في كيراتين. فيبان في الاخر ده عامل زي الكنافة كده. بص عامل زي الايه؟ عامل زي الكنافة عند حضرتك، عامل زي ورق الكنافة كده، وتلاقي جوه كده في شوية كيراتين. ويقول لك هو عبارة عن عش من الخلايا. وده هنا لازم تكتب، وهو بيشاور لك بالسهم كده، بيقول لك يا ابن السهم ده بيشاور على ايه، على طول تكتب له السهم ده بيشاور على السيل نست، يعني عش من الخلايا. والسيل نست ده ويز سنترال كيراتين، ويز ايه يا دكاترة؟ سنترال كيراتين، يعني في سنترال كيراتين عند حضرتك، في النص في كيراتين. يبقى موست تيوما، موست اوف تيوما سيل ماسس كونتين سنترال كيراتين او سيل ماس. يبقى اول ما تشوف السلايد دي على طول اسكويما سيل كارسينوما السبيسمين تيوما ماس اوف سكين. يا دكتور ما انت قلت لي الست سلايد تيوما ماس اوف سكين، واول ثلاثه سلايد اول اثنين منهم تيوما ماس، او اول واحده تيوما ماس اوف كارتريج، وبعد كده رقم اثنين ورقم ثلاثه تيوما ماس اوف بون على طول. يقول لك ان الديرمس، ايه الديرمس ديت يا حبيبي؟ ما هي ديت اسمها الايبيديرمس، وديت اسمها الديرمس. الديرمس يعني القشره، الابيثيليوم هو فوق الديرمس فيسموه ايبيديرمس. المهم الابيثيليوم ده بينزل فين؟ بينزل في الديرمس. يقول لك ان الديرمس از انفلتريتد، يعني بيتم غزوها باي ماس عن طريق خلايا مالجنانت سكويموس ابيثيليال سيل، بتكون متعدده الاشكال بليومورفيك، عاده بتكون لارج اند بوليجونال ويز اسيدوفيليك سيتوبلازم، مترتبه في هيئه عشاش او عش من الخلايا اسمه سيل نست ويز سنترال كيراتين. يبقى كده خدنا تو سلايد في السكن، سكويموس سيل بابيلوما وسكويموس سيل كارسينوما. بعد كده عند حضرتك قلت لك في ثلاث اورام بيطلعوا من السكن، سكويموس خصوصا المالجنت، سكويموس سيل كارسينوما. طب افرض التيومر بتاع حضرتك طلع من البيزل ليه بس، طلع من البيزل ليه بس، ساعتها يسموها، ساعتها يسموها بيزل سيل كارسينوما، والخلايا تنزل تحت الديمس. فيقول لك برضو ان الديمس انز انفلتريتد باي مالجنانت سيل. بس يا ترى خلايا الابيثيليوم كلها مالجنانت؟ لا، الخلايا الابيثيليوم اللي هي البيزل سيل بس. وتلاقي البيزل مرتبه، بص هي عامله زي سيل نست برضو، عامله زي سيل نست، بس لو تلاحظ الترتيب النيوكليوس بتاعتها بتكون مرتبه في شكل معين، مش هتفهمه الا لما تبص عندي على الصوره كده. بص مرتبه في الشكل ده، عامل زي ايه يا دكتور؟ عامل زي سور سياج بتاع عمك طه حسين اللي كان بيخاف منه، شايف سور سياج كده، سور سياج كده. يسموا المنظر ده ايه؟ يسموه باليسيدد ابيونس. يسموه ايه؟ باليسيدد ابيونس او بيزلويد سيل، يعني خلايا البيزل بازلويد سيل بتعمل باليسيدد ابيونس في مرض اسمه بيزل سيل كارسينوما. فدايما احب اسميه مرض البي، ليه؟ لانه اسمه بيزل سيل كارسينوما. الخلايا اللي بتموت يا دكتور، او الخلايا المالجنت عند حضرتك معذره، خلايا المالجنت هي البازلويد سيل، خلايا البازلويد سيل، وشكله بيكون باليسيدد ابيونس. اظن الكلام مش صعب. فيقول لك الدايجنوسيس بيزل سيل كارسينوما، السبيسمين تيومر ماس اوف سكين، الاو بيشاور على ايه يا دكتور؟ بيشاور على ان الديمس حصل لها انفلتريشن عن طريق خلايا مالجنانت بازلويد سيل ليها اوتا باليسيدد نيوكليوي، النيوكليوس واخده اوتا باليسيدد، تمام؟ اوتا باليسيدد. خلي بالك في كيراتين في النص، لا يقول لك ان التيومر سيل تجزا بيزوفيليك ستين، بتاخد الصبغه البيز، وده دليل على ايه؟ هناك كانت بتاخد الصبغه الحمراء، دليل ان في كيراتين كتير، اما هنا بتاخد الصبغه البيز، دليل ان نو ايفيدنس اوف سيتوبلازميك كيراتينيزيشن. لو عاوز يتوهك في الامتحان ولا حاجه يقول لك والله في الامتحان كده يجيب لك سؤال اكمل، نو ايفيدنس في البيزل سيل كارسينوما، نو ايفيدنس اوف كيراتينيزيشن ديو تو، ويحط لك نقط. ياه ده سؤال مش عاوز اقول لك للمتفوقين، ده سؤال لترتيب دفعه، لواحد بيرتب على الدفعه، ايوه حرفيا واحد بيرتب على الدفعه.
هيقول لهم اه ده الخلايا بتاخد البيزوفيليكستين as the cells take the بيزوفيليكستين so no evidence for keratinosis يا دكتور او hyperkeratinization. يبقى هي كلمة ان السيلز بتاخد البيزوفيليكستين لا اقصى ولا اقل. كده خلصنا 3 سلايد عند حضرتك في السكن. اول واحدة عيد معايا سكويموس سيل بابيلوما، تاني واحدة سكويموس سيل كارسينوما، تالت واحدة بيزل سيل كارسينوما. احنا كده خدنا السكويموس سيل كارسينوما والبيزل سيل كارسينوما، لسه ايه؟ لسه الميلانوما. ما جابش عليها سلايد عند حضرتك، قال لك مش الميلانوما ده المالجنت تيومر، انا هجيب لك سلايد على البيناين تيومر بتاع الميلانوسايت. البيناين تيومر بتاع الميلانوسايت، هي الميلانوسايت دي موجوده فين يا دكتور؟ والله عدى عند حضرتك كده طبقه البيزل، تعالى اما نقسمها لك باللون البني طالما احنا بنتكلم على صبغه الميلانين. ادي طبقه البيزل عند حضرتك اهي، فيها خلايا الميلانين اللي هي الميلانوسايت، خليه بتكون برانشت كده عند حضرتك وبتطلع الميلانين كده وبتتغلغل ما بين الخلايا التانية. الخلايا دي كلها يا دكتور مليانه ميلانين كده حرفيا، حتى بتبان بني تحت الايه او بتبان مسوده شويه تحت تحت الميكروسكوب، بتبان مسوده شويه تحت الايه تحت الميكروسكوب. عندي في بيناين تيوما، بص معايا، في بيناين تيوما من الميلانوسايت، يعني خلايا الميلانوسايت كل الحكايه عددها زايد، مش فيها المالجنانت فيتشر، لا ده كل الحكايه عددها زايد ومحتواها من الميلانين زايد. بالله بقول محتواها عشان ما تشلونيش، بقول محتواها مش بقول ميلانين بار، محتواها من الميلانين زايد. الميلانين لو طلع بار وبدا يتغلغل في انسجه الجلد ساعتها يسموها ميلانوما، لكن طالما الميلانين جوه فيسمى نيفس، والنيفس اللي هي الحسنه، النيفس اللي هي الحسنه يا دكاتره. طب كلام كويس، بص وركز معايا، انا بقول لك الخلايا زادت في العدد. ايه المنطقه ديت؟ دي منطقه اللي فوق ديت يا دكتور كلها، دي منطقه الاي بي ديرمس. طب ايه المنطقه اللي تحت دي كلها؟ دي منطقه الديرمس. تمام. نلاقي الخلايا دي بتزيد في العدد فين؟ بتزيد في العدد هنا كده، خلايا بتكون عامله كده او عامله كده. موجوده فين يا دكتور؟ قال لك موجوده في الحته العاليه من الديرمس، يعني موجوده في الابر ديرمس او موجوده في الوصله اللي ما بين الابيديمس وما بين الديمس، يسموها ديمو ابيديمال جانكشن. فيقول لك ان انا بلاقي بيناين او نيفس ميلانوسايت، الخلايا دي بتاعت النيفس عشان كده بيسموها نيفس ميلانوسايت. خلايا النيفس ميلانوسايت دي يا دكتور ليها اشكال عديده، اما تكون شكلها راوندد، اما يكون شكلها راوندد، او يكون شكلها بوليجونال او بولي هايدرال عند حضرتك، بوليجونال او بولي هايدرال. الخلايا ديت يا دكتور موجوده فين؟ موجوده في الديمس والابيديمال جانكشن، مليانه ميلانين، مليانه ميلانين، مليانه ميلانين، كونتين دارك براون ميلانين جانيول، حبيبات ميلانين. طب تعرفها ازاي؟ قال لك بص معايا، شايف ده؟ والله نورمال سكين، نورمال سكين، شفت نورمال سكين يعني سكين طبيعي، يعني الديمس طبيعيه والايبيديمس طبيعيه، ولا فيها بقى سلنست ولا فيها بازلويد ولا فيها اي حاجه من الحاجات دي. بس جيت كده لقيت السهم بيشاورلك على نقط بني موجوده فين؟ في الديمو ايبيديمال جانكشن. اه يبقى دي خلايا الميلانوسايت، يبقى دي النيفاسيل. يبقى ما تجيلك السلايد عامله زي النورمال سكين، لدرجه لو واحد مش ركز ما يشوفش الميلانين اصلا، كانت من ضمن الخلايا الصعبه زمان في المنهج القديم واحنا بنخلي الطلبه تشوف الشريحه تحت الميكروسكوب. الطالب يقول لك ده نورمال سكين، انا هعرفها ازاي؟ اقول له لقيت نورمال سكين حتى لو ما شفت الميلانوسايت، يبقى على طول دي نيفس. فالنيفس يا دكاتره تعرفها من النقط البنيه ديت، نورمال سكين زائد النقط البنيه اللي عند حضرتك. السهم بيشاور على ايه؟ عباره عن نيفس ميلانو سايد، بتكون بولي هايدرال او بتكون راوندد، تحتوي على ميلانين جانيول. كده خلصنا عند حضرتك 4 سلايدز بتاعت الميكروسكوبيك بتاع السكين. اول واحده سكويموس سيل بابيلوما، تاني واحده سكويموس سيل كارسينوما، تالت واحده بيزل سيل كارسينوما، رابع واحده النيفس سيل. كده فاضل لي جارين عند حضرتك اللي هو اللي قلت لك الاثنين اللي بالجروس بيكتشر. بالنسبه لاول جار في الاثنين يا دكاتره، فانا عاوزك تفهم احنا بند او بنجيبها ازاي. حضرتك كل الحكايه ان ده عباره عن سكويموس سيل بابيلوما. يا دكتور ما انا لسه واخده مايكروسكوبك يا حبيبي، ما هي القطعه ديت انا خدت منها حته كده وبصيت عليها تحت الميكروسكوب، فانا هاخد السكويموس سيل بابيلوما
بعينيا، وهاخد السكوما السيل كارسينوما بعينيا، فاهمني؟ يبقى انت هتاخد سكوما السيل كارسينوما وسكوما السيل بابلوما بس بعينيك، تمام؟ فحاول تركز معايا عشان تفهمهم يا دكاتره، فهمهم سهل جدا. انا عند حضرتك السكوما السيل بابلوما، بابلوما كان عباره عن بابل يا دكتور، فعباره عن بوز. ادي البوز عند حضرتك اهو، بس البوز المره دي هنرسمه بشكل مختلف. بص ادي البوز عند حضرتك اهو، ده كده ادي البوز كده. نلاحظ البوز ده عباره عن ايه؟ قال لك والله اي بوز كو ريكفر. الكو يا دكتور عباره عن ايبيثيليوم. طب اخبار الايبيثيليوم هنا ايه؟ هو ده بيناين ولا مالجنانت؟ والله ده بيناين يا دكتور. فالايبيثيليوم اللي هنا بيكون انتكت يعني سليم ولا بيكون متضمر؟ لا ده بيناين. فالايبيثيليوم اللي هنا عباره عن ايبيثيليوم بتاع سكوموس ايبيثيليوم عادي، يعني بيزك ثم بريكل سيل لير ثم بريكل سيل لير ثم جرانيولا يا دكتور، ثم جرانيولا ثم كيراتين. بس يا حبيبي الكلام ده انا عارف نفسك الضعيف، تقول لك يا دكتور انا هقول بقى انا عاوز ارتب، فاقول ايه بقى؟ اكانسوسز وهايبركيراتوسز وبابيلوماتوسز، شغل ثانويه عامه ده سيبك منه، عشان لو قلت كده بالله دكتور الباثولوجي اللي بيصحح هيجي على ورقتك وبالبنط العريض ويديك صفر في الامتحان كله. يا حبيبي هو انا بشوف الخلايا ديت بعينيا؟ انا بقول لك ده جروس بيكتشر، شايف ده عباره عن قطعه محطوطه في جار، ما اخد منها عينه واشوفها تحت الميكروسكوب تقول الكلام ده؟ ما ينفعش تقول حاجه انت مش شايفها، انت بتوصف حاجه حضرتك شايفها. انا الباثولوجي كله علم وصف اصلا، تمام يا دكاتره؟ فانا عندي هنا عباره عن بابلومه، عباره عن بوز. البوز دي كتله، بس الكتله دي متصله بالسكين برقبه. عارف الرقبه دي اسمها ايه؟ الرقبه ديت يسموها بيديكل. طب اما نيجي نشوف البابلومه لونه عامل ايه؟ نلاقي لونه كله فايبر، مش الكو بتاعه عباره عن فايبر وفاسكولار كونكتيف تيشو، فتلاقي اللون بتاعه فايبر يعني مدي على لون جراي كده او وايت، فيسموها جرايش وايت. بيكون لونه ايه يا دكاتره؟ جرايش وايت. ما انا بقول لك فايبر، وطالما فايبر بالاف يبقى فيرم انكونسيستنسي، واظن انتوا عرفتوا يعني ايه كلمه فيرم دلوقتي. انت واحد واخد باثولوجي وجنرال باثولوجي محترم ومفروض عارف يعني ايه كلمه فيرم. كلمه فيرم يا دكاتره يعني حاجه صلبه ولكن لا طاقه الى مرحله العظم. العظم بقول عليه هارد، اما لو حاجه صلبه زي مناخيرك كده او زي ودانك اسمه فيرم، اما عظمك اسمه هارد. امال سوفت زي خدودك، كنت اقول لك دايما طبقها على وشك يعني، مش مشكلة عند حضرتك. المهم لونها جراي شوية، فيم انكونسيستنسي كفرد باي انتكت سكن. يبقى تاني كده واحدة واحدة. أما يجي لك السلايد ديت هيقول لك يا دكتور والله قول لي التشخيص بتاعها، تقول له إن دي سكوما صلبة باللومة ولكن ليها بيديكل، فيسموها بيضان كيوليتد سكويما صلبة باللومة. يسموها إيه؟ بيضان كيوليتد سكوما صلبة باللومة. حتى في السبيسمن أما تقول تيومر ماس قول بيضان كيوليتد تيومر ماس، مش معنى يا حبيبي البيضانك اللي طالعة قدام عينيك أهي، البضانك اللي طالعه قدام، اظن البضانك اللي طالعه قدام عينيك، عينيك هتتفخت عينيك. بص البضانك اهي، البضانك اهي، بس البضانك ديت متصله ولا منقطعه؟ قال لك مقطوعه. طب انت عارف اما اقطعها اما اعمل عمليه، يعني هم شبهوها اكنك بتعمل عمليه بتر لشخص. كلمه بتر يعني امبيوتيشن، كلمه بتر يا دكاتره يعني امبيوتيشن، يعني انا بعمل عمليه بتر. فبقول لك اكن رجلي مبرطوه، اكن البيديكل مبرطوه، اكنها مقطوعه، فيسموها امبيوتيتد. يعني كلمه امبيوتيتد؟ يعني مقطوعه او مبرطوه، يعني ايه دكاتره؟ مقطوعه او مبرطوه. يبقى اما يجي يقول لك تشخيصها ديت بيدانكيوليتد سكويما الصلبة باللوم، اما يقول لك السهم الاحمر بيشاور على ايه والسهم الازرق بيشاور على ايه؟ والله يا دكتور السهم الاحمر بيشاور على لارج ريجولار سفيكال تيومر ماس، large irregular spherical tumor mass with short imbuted pedicle. اهم حاجه ديت يبقى هي عباره عن ايه؟ large spherical ادي تيومر ماس اهي، تيومر ماس اهي، تمام؟ هتقول لي يا دكتور انا بشاور على البيديكل بس، معلش معلش هو كتبك كاتب كده على اساس ان هو بيشاورها ايه؟ يعني هو عاوزك تقول كله بعدين البيديكل خصوصا يعني. المهم هتقول له large spherical mass، large spherical mass ديت ليها short imbuted pedicle، اهم كلمه. طب بالنسبه للبلو او السهم الازرق، والله السهم الازرق بيشاور على السطح، والسطح بيتميز ان لونه جريش وايت وفيم انكونسيستنسي وكفرد باي
انتاكت سكن وكفرد باي انتاكت سكن، يبقى السكوما السيلبا بيلومر بدانكيليتد. انا عارف ان الكومنت بتاعها يخم شويه والاسهم بتاعتها يخمه، نعيدها تاني. بدانكيليتد سكوما السيلبا بيلومر، ان الماس بتكون جريش ان كلر، بتكون فيم انكونسستنسي، كفرد باي انتاكت سكن. ده لو شوالك بالسهم الازرق، بالسهم الاحمر اسفيكال ماس ويز امبيوتيتد بيديكل عند حضرتك. كده لسه ايه؟ والله لسه اخر جو عند حضرتك، الا وهو السكويما سيل كارسينوما. وهنا السكويما سيل كارسينوما يعني انا طلع سرطان من الجلد، والسرطان ده ممكن يكون لي شكل من ثلاثة. والله السرطان المواد اللي طلع بيكون عامل كده، كتلة عاملة زي كتلة الفطر فيسموها فانج، عاملة زي الفطريات يسموها فان جيتنج ماس. عاوز اعلق على الشيب شكلها، ما فانجيتنج يا حبيبي، لارج فانجيتنج، علقنا على الشيب الحمد لله. عاوزين نعلق عن السيرفس والسايز والكونسيستنسي والكلر والكات سيكشن. العناوين دي مش موجوده في الكتاب، بس انا كتبتها لك عشان تقدر تحفظ اللي تحت، لان التيومر ده مش مشاوي باسهم. حتى يقول لك هنا انا مشاوي بسهم في الكتاب، بس ولا في سهم ولا حاجه. حد شايف سهم؟ لو حد شايف سهم وانا مش شايفه ولا حاجه يقولوا لي، ممكن نظرك احسن من نظري، يعني انا راجل نظري تعبان ولابس نظاره. المهم عند حضرتك، او هعلق في السبيسمين ديت على عباره عن تقريبا ست حاجات. اول حاجه شكلها لارج فانجيتن، تاني حاجه سطحها، السطح بتاعها بيكون عامل ازاي يا دكاتره؟ قال لك والله السطح بتاعها بيكون عند حضرتك ان الاوتر سيرفيس بيكون irregular and covered by ulcerated hemorrhage skin. والله ايوه irregular، شايف عند حضرتك عامل ازاي؟ irregular، السطح بيكون ايه يا دكاتره؟ بيكون irregular، والسكن مفروض ان بيحصل له دامج فوق في السكويما السيلبا بيلوما كنا بنقول انتك، اما هنا لازم يكون ulcerated. لازم يكون ايه يا حبيبي؟ لازم يكون ulcerated، طبعا بيكون معاه شويه هيموج شويه نزيف. يبقى اول حاجه السايز فانجيتنج، تاني حاجه يا دكتور الاوتر سيرفيس السكن بيكون irregular and covered by ulcerated hemorrhagic skin. بالنسبه للسايز 6 سم في الدايمتر، حجمها بيكون كبير 6 سم في الدايمتر. بالنسبه للكونسيستنسي يا دكتور، قال لك والله الكونسيستنسي بيكون فيم انكونسيستنسي. بالنسبه للكلر جري شويه زي التاني عادي. بالنسبه للكات سيكشن، قال لك من النزيفه اما بيحصل بيطلع منه الار بي سيز، الار بي سيز لما بتتكسر بتديني لون براون فيسموها دارك براون هيموج، دارك براون هيموج. فاضل كلمه عندي بس عند حضرتك، والكلمه ديت والله انا على نفسي انا كدكتور نيم بحبها، لان دي توضح الشخص اللي فاهم من الشخص اللي حافظ. ازاي؟ انا عندي ده بوز صح، وعندي البابلوم خدناها من شويه بوز. ايه الفرق ما بين البوز ده وايه الفرق ما بين البوز ده؟ كنت قلتها لكم في الجنرال باثولوجي، هناك فرق شاسع ما بين الفانجيتنج ماس وما بين البابلوما. ازاي يا دكتور؟ البابلوما بيناين، والبيناين ما بيعملش انفلتريشن، يعني مش بيغزو لا تحت ولا فوق. الفانجيتنج يا دكاتره تغزو، يعني ايه؟ يعني البابلوما لو شلته تلاقي الارضيه بتاعته البيز بتاعته سليمه، بينما الفانجيتنج يغزو تحت ويغزو فوق، فما يغزو فوق يعمل في السكن ألسريشن. ما تهمنيش قوي، ما ممكن البابلوما يحصل سكندري انفكشن ويحصل اولسريشن، ولكن تلاقي البيز بتاعتها واسعه وانفلتريتنج الاندرلاينج سكن، وانفلتريتنج الاندرلاينج سكن. فاهم كلمه عند حضرتك بالنسبه لي في الفانجيتنج، ان البيز بتاعتها بود، وعند حضرتك بتكون انفلتريتنج الاندرلاينج سكن. يا اخي ده انا كنت ما اقولك بالبابلوما شويه كنت اقولك ليها بيديكل، والبيديكل عامله كده. ايه اخبار البيز؟ البيز ضيقه جدا 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 جدا. يبقى تاني كده واحده واحده، انا بتكلم عن حاجه اسمها فانجيتنج سكويما سيل بابلوما. اما تيجي تشخص، والله اما تيجي تقول الدايجنوسيس لو مش قلت كده هتتسوح. فانجيتنج سكويما سيل كارسينوما، معلش كارسينوما بابلوما ايه؟ فانجيتنج سكويما سيل كارسينوما. اما يجي يشاور لك بقى على اي حاجه على طول توصل له وصف، هتكلم على الشيب يا دكتور بيكون لارج فانجيتنج، ما انت قلتها عاده مش هيسالك عليها. ممكن يسالك على السيرفس، تقول له السيرفس از ايريجولار اند كفرد باي هيموراجيك سكين يا دكتور. اما تتكلم عن السايز
لارج 6 سنتيمتر. اما تتكلم على كونسيستنسي فيم، اما تتكلم على الكالر جريش وايت، اما تتكلم على الكات سيكشن يا دكتور، والله الكات سيكشن بتاعها بيكون دارك براون هيموج. اهم كلمه برود بيز اند انفلتريتنج الاندرلاينج سكين. كده خلصنا عمل الباثولوجي بتاع مديول الماسكولو سكيلتال. اظن مش صعب، هعمل لك اختبار بس بعد ما نراجع مع بعض. بعد ما نرجع مع بعض، اول شريحه عباره عن ايه؟ عباره عن كوندومه. هتيجي لك الشريحه تقول له والله كوندومه، تقول له ايه ده كتر كوندومه، يشاور لك بالسهم، ما يشاور لك بالسهم تقول له ايه؟ اه والله ده مشاور على الماتريكس مش الخليه نفسها. فتقول هوموجينوس ماتريكس اللي فيه بيكون فيه كارتليج سيل مرتبه في سنجل او جروبز. طب تاني حاجه، اه والله لقيت خلايا كبيره وفيها نيوكليس، خلي بالك شبه دي بس دي من غير نيوكليس، ده اللي هي الاوستيوساركوما، اما ده عباره عن الاوستيوكلاستوما او الجاينت سيل تيومر. شوالك بالسهم هتقول لي مالتي نيوكليتد جاينت سيل اب تو 100 نيوكليوي. طب كلام كويس، ده بالنسبه لده يا دكتور ده الاوستيوساركوما. شوالك بالسهم الاصفر ده على الخلايا الصغيره ديت عباره عن المالجنانت اوستيو بلاست، اما شكلها بيكون راوند او اوفويد او سبندل سيلز، بينما ده عباره عن مالجنانت اوستويد حواليه في هيموج ونيكروسز وبيكون هايلي فاسكولارستوما. طب بالنسبه لده طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل، يبقى ده عباره عن اسكويموس سيل بابيلوما. اما يجي لك بالسهم اي بابيلوما عند حضرتك عباره عن كو كفر، الكو عباره عن فايبو فاسكولار كونكتيف تيشو، الكفر عباره عن احب، هتحب ايه يا حبيبي؟ الاكانثوسيس والهايباكياتوسيس، وعباره عن البابيلوماتوسيس. طب بالنسبه لبعد كده الاسكويموس سيل كاسينوما، الاسكويموس سيل كاسينوما عباره عن لقيت كنافه، بص كنافه، احنا في رمضان كنافه 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 على طول سكويموس سيل كارسينوما. والسكويموس سيل كارسينوما اما يجي لك السهم تقول على طول سيل نيست ويز سنترال كيراتين. بعد كده هتلاقي السكويموس السكين عادي ما فيهوش كيراتينيزيشن، ده الكيراتين العادي على فكره تمام. هتلاقي المهم الخلايا مترتبه في هيئه بالي سيدد ابيونس، فما يشاور لك بالسهم تقول ايه؟ ان الدامس حصل لها انفلتريشن باي مالجنانت اوستيو او مالجنانت معلش مالجنانت بازلويد سيلز ويز بالي سيدد نيوكليوي. خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان الخلايا بتاخد البيزوفيليك ستين، فبالتالي ده دليل على عدم وجود الكرياتين، لان الكرياتين لو تلاحظ لونه بيكون احمر. بعد كده عند حضرتك خلايا النيفس هتلاحظها بالخلايا البنيه، ودي عباره عن ميلانوسايت موجوده في طبقه الديمس او الابر ديمس والديمو ايبيديمال جنكشن، اما راوند او بولي هيدرال تحتوي على دارك ميلانين بيجمنت. بعد كده اثنين بعينيك، اما واحده بدنكيوليتد سكويموس البابيلوما سهم احمر بيشاور على الامبيوتيتد بيديكل ولارج سفيكال تيومر، السهم الازرق بيشاور عند حضرتك على الجريش وايت سيرفيس وعباره عن فيم انكونسستنسي، وما تنساش الكفر باي انتكت سكين. اخر حاجه فانجيتنج سيل فانجيتنج سكويموس سيل كارسينوما، ودي عباره عن ايه يا دكتور؟ والله هتتكلم فيها عن عناصر كتير، هو مش حدد لك هنا، هتتكلم عن الشيب بتكون لارج فانجيتنج، هتتكلم عن السايز بيكون 6 سنتيمتر، السيرفيس بتكون ريجولار يا دكتور وكفرد باي السريتد هيموراجيك سكين، خلي بالك ليها بوت بيز اتاتشد او انفلتريتنج الاندر لاينج سكين. اكزامن يور سيلف حضرتك، انا حاطط لك اربع شرايح تاكزامن يور سيلف. اول واحده ديت انا عاوزك تجاوب عليها، الدايجنوستس بتاعها عباره عن ايه؟ والار بتاعها بيشاور او بيشاور على ايه؟ وقف الفيديو وقول انت. الدايجنوستس يا حبيبي هو عباره يا دكتور عن بيزل سيل كارسينوما، السهم بيشاور على ايه؟ والله بيشاور على ان الديمس حصل لها انفلتريشن باي مالجننت بازلويد سيل ويز بالي سيدد ابيونس. يا دكتور عندك وقت، ليه ما تكتبش يا حبيبي ان مفيش او مفيش بيزوفيليكس او الخلايا بتاخد البيزوفيليكستين فنو ايفيدنس اوف كيراتينايزيشن. بعد كده الخليه ديت وقف الفيديو وجاوب، الخليه ديت بتشاور على ايه عند حضرتك؟ والله الاحمر ده الاحمر ده ده عباره عن استويد مالجننت استويد. طب ده يا دكتور عباره عن ايه؟ ده عباره عن خلايا المالجننت اوستيوبلاست، اما سبندل او عباره عن راوندد او عباره عن اوفويد او اوفر ان ماس او اوفر ان شيب. طب بالنسبه للمالجننت استرويد هتقول لي معاه في فاسكولار استوما وفي شويه هيموجينيكوسز، بالنسبه لده بيدنكيوليتد سكويموس سيل بابيلوما، اما يشاور لك على السهم الاحمر ده مشاور على السيرفس تمام، مشاور على ايه؟ مشاور على السيرفس، والسيرفس بيكون جريش وايت كفرد باي انتكت سكين يا دكتور وفيم انكونسستنسي. بالنسبه لليلو، اليلو لارج سفيكال ماس ويز امبيوتيتد بيديكل، ده اخر حاجه وقف الفيديو وجاوب، سكويموس سيل بابيلوما سكويموس سيل بابيلوما. طب بالنسبه للسهم
كو كفا. الكو عباره عن ايه يا دكتور؟ والله فايبو فاسكولار استوما. والكفا عباره عن ايه؟ عباره عن هايبر بلاستيك سكويموس ابيثيليوم. هتحب ايه يا حبيبي؟ الايه عباره عن اكانثوسيس والاتش هايبر كيتوسيس والبيبابيلوماتوسيس. السلام عليكم، بالتوفيق يا شباب في الامتحان باذن الله.